من جديد أهلا بكم مشاهدينا، متواصل معكم والملحق الإخباري من قناة سامراء الفضائية. مثل ما عودناكم دائما نسلط الضوء على مجموعة مواضيع مهمة تهم المواطن العراقي. اليوم راح نتكلم حول موضوعنا الأول اللي هو العراق وضرورة تحسين العلاقات مع دول الجوار والدول الأخرى. بالتأكيد اليوم إذا العراق حاول أن يطور من علاقاته الثنائية مع تركيا وغير تركيا والسعودية وكل دول الجوار، مثل ما صار ببرلمانات دول الجوار كان هنالك انفتاح على الوضع الإقليمي الخارجي، وأيضا يعني مبادرات حول تطوير العلاقات الاقتصادية الاجتماعية السياسية بين العراق وهذه البلدان، وأيضا استثمار تحقيق الاستثمار الاقتصادي داخل البلد من خلال بناء شركات، من خلال تطوير القطاع الاقتصادي في العراق. فبالتأكيد هذه العلاقات تخدم العراق من الناحية الاقتصادية ومن ثم حتى السياسية، على اعتبار تسهم بتطوير العراق في مجال التسليح ومجال تأمين الحدود وغيرها من هذه الأمور. هذا الموضوع صار اليوم وتم طرح هذا الموضوع من خلال لقاء السيد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم ونظيره التركي، اللي كان هنالك بحث لمجمل العلاقات التركية العراقية وبحث تطوير التعاون المشترك والإطار المشترك اللي أكيد يخدم البلد. خلينا نشوف ونرجع لكم. أجرينا صباح اليوم مباحثات مع معالي وزير خارجية تركيا صديقنا مولود تشاويش أوغلو. Bugün sabah Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile bir araya geldik ve birçok konuyu ele aldık. تركزت هذه المباحثات حول العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا. Bu görüşmelerin odaklandığı nokta husus Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler olmuştur. وتعتبر هذه الزيارة هي سلسلة من الزيارات لتبادل وجهات النظر بين الطرفين والاستمرار في الارتقاء بالعلاقات الثنائية. بزيارات Türk tarafından yapılan diğer ziyaretlerin bir devamıdır ki bu ziyaretler çerçevesinde iki ilişkiler gündeme alınır. وعلى أعلى المستويات لدعم التواصل السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. سياسال تجارات سوسيال وغوينليك konuları ele almak için çok önemli çok önemi haizdir bu ziyaretler. بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات والسياحة وسمات الدخول. Aynı zamanda ticaret hacminin artırılması, vize konusunun verilmesi وبحثنا ايضا ويتم yapılması açısından çok önemlidir. وبحثنا ايضا القضايا الاقليميه في المنطقه وناقشنا عده مسائل رئيسيه تتعلق بالجاره ايران وكذلك الوضع في سوريا. Aynı zamanda bölgeyi ilgilendiren birçok konuyu ele aldık. Komşumuz olan İran ve Suriye'deki konuları da ele aldık. واليمن وليبيا. Aynı zamanda ليبيا ويمن de ele aldık. هذه المناقشات والمداولات مفيدة بين الطرفين. Bu görüşmeler her iki taraf için çok yararlıdır. أن التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات على أعلى المستويات. ticari paylaşımın en yüksek düzeyde en yüksek seviyeye ulaştırılması gerçekten çok önemlidir. والزيارات المتوقعة لدولة رئيس الوزراء إلى تركيا وأيضا زيارة فخامة الرئيس. إذن يعني هذه كانت جزء من كلمة السيد وزير الخارجية العراقية السيد محمد الحكيم مع نظيره التركي عندما وصل إلى العراق، وكان هنالك حديث حول تأمين العلاقات المشتركة، تطويرها في المجال الاقتصادي السياسي والعسكري، وأيضا كان هنالك كشف عن زيارات مرتقبة ربما راح تكون بالأيام القليلة المقبلة من قبل وزير رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي. نظير التركي السيد مولود تشاوش أوغلو أيضا كان له كلام حول هذه الزيارة، نتابع. bunu başarabilirsek
kurak olduğu yıllarda da suyun çok olduğu yıllarda da sorun yaşamayız. Ve لو نجحنا في هذا العمل سوف لن نعاني من اي مشكله بخصوص المياه حتى في السنين التي تكون فيها الامطار قليله. Bu konudaki tecrübelerimizi kardeş Irak'la paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz ve eski bir bakanımızı, Su İşleri Bakanımızı Sayın Cumhurbaşkanımız özel temsilci olarak görevlendirdi. Güzel de bir ekip kurduk. Önümüzdeki süreçte arkadaşlarımız, özel temsilcimiz ve çalışma grubumuz Irak'a gelecekler ve bu konudaki tecrübelerimizi Irak'ta paylaşacağız. Ve nahnu musta'addun an nataqasam at-tajarub allazi hasalna 'alayha fi sinin al-madiye fi mawdu' al-miyah wa fi al-qarib fi al-fatra al-qariba sawfa yaqum al-mumathil al-khas li ra'is al-jumhuriyah fi mawdu' al-miyah al-ustad al-doktor Faisal al-Oğlu wa huwa yu'tabar min ahad al-wuzara' al-sabiqin wa huwa wa fariqihi sawfa yaqumun bi ziyarat al-Iraq li tathbit aw tahdid ma yumkin فعله في هذا الملف او عمله في هذا الملف. Bugün konsolosluk konularında birlikte değerlendirdik. Biliyorsunuz daha işten sonra Basra ve Musul'daki başkonsolosluklarımızı kapatmak durumunda kalmıştık. اليوم تناولنا موضوع القنصليات ايضا مثل ما تعرفون ان بعد الاحداث احداث داعش غلقنا قنصليتينا في الموصل والبصرة. Şimdi Musul ve Basra'da konsolosluklarımızı yeniden açmak için gerekli izinler de verildi. Çok teşekkür ediyorum. نحن أود أن أقدم شكري لمعالي الوزير لأنه موافق على إعادة تفعيل قنصليتينا في الموصل والبصرة. Bu iki vilayete ilaveten Necef ve Kerkük'te de başkonsolosluklar açmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da birlikte sürdürüyoruz. Necef'le ilgili izin çıktı. İnşallah Kerkük konusunda da birlikte çalışacağız. Bu şekilde Irak'ta bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. بالإضافة إلى قنصليتينا في هاتين المحافظتين نرغب أيضا بفتح قنصلية في محافظة النجف ومحافظة كركوك وقد استحصلنا الموافقة على افتتاح القنصلية في محافظة النجف والأعمال والإجراءات جارية للحصول على الموافقة لفتح القنصلية في محافظة كركوك أيضا. ايضا يعني كانت هذه جزء من كلمه السيد وزير الخارجيه التركي واللي اكد انه سعي بلاده لفتح قنصليتين بكركوك والنجف. بالتاكيد هذه راح تثمر بزياده وتطوير العلاقات العراقيه التركيه، منح سمات الدخول، موضوع الفيزا، اكيد هذه راح تسهم بتسهيل إجراءات السفر من العراق إلى تركيا والعكس صحيح. أيضا الجانب التركي أبدى رغبته من خلال الحدود المشتركة بالتخلص من العناصر الإرهابية وتطهير الحدود من الجماعات الإرهابية، وبالتأكيد هذا موضوع مهم من أجل إنجاح الخطة العسكرية وتأمين ومسك الحدود العراقية التركية والحدود العراقية مع كل الدول الأخرى. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا، اللي هو كان هنالك تصريح مؤخرا من قبل النائب حازم الخالدي اللي أكد أنه الحكومات المتعاقبة لم تراعي حقوق المواطن في توفير العيش الكريم ومنها إيجاد السكن المناسب مع الخدمات، مشيرا إلى أن ذلك متضمن وفق الدستور العراقي. نشوف ونرجع نعلق على هذا الموضوع. إن ما تضمنه الدستور في باب الحقوق والحريات هو توفير الحق في العيش الكريم، والذي يستتبع عدة أمور مهمة أبرزها توفير السكن للمواطن والبنى التحتية المتعلقة به. ومن المؤسف إن جميع الحكومات المتعاقبة لم تراعي تلك الحاجة الملحة التي تمس حياة المواطنين، مما ولد أزمة كبيرة تبعتها أزمات ومشاكل كبيرة. وأن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخراً ضمن خطوات تحل أزمة السكن مثل بارقة أمل للمواطن، إلا أن المؤسف فيه أنه لم يكن عملياً، فالعراق بحاجة إلى أكثر من 2,700,000 وحدة سكنية، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن نمو السكاني الذي نحتاج بصدده إلى أكثر من 250,000 وحدة سكنية إضافية سنوياً، وكان من المفترض على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب بهذا الخصوص، وذلك للتأسيس لحل دائمي. ومع عدم تحقق ذلك فإننا نؤكد أن هذا العدد الكبير
بحاجة إلى استنفار الجهود وتشكيل غرفة عمليات وخلية أزمة تضم وزراء المالية والتخطيط والزراعة والإعمار والبلديات والعدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين ووضع سقف زمني واضح ومحدد. يعني اليوم موضوع الخدمات اللي تكاد أن تكون غير موجودة ببعض المحافظات العراقية وخصوصا المناطق المحررة، المحافظات التي حررت مؤخرا تعاني من نقص في الخدمات، انهيار في البنى التحتية، تحتاج إلى مبالغ لتعويض المتضررين اللي راحت بيوتهم وتهدمت بسبب القصف اللي صار على داعش، يعني كثير من المعاناة صراحة. وحتى موضوع السكن اللي اليوم يمكن نصف الشعب العراقي إذا مو أكثر هو ساكن بالإيجار ببلده، فهذه مشكلة كبيرة جدا. بالبلدان الأخرى اليوم المواطن بأي بلد إلى حق التمتع بالحياة، إلى حق السكن، عند حق الخدمات، عند راتب يجي من الحكومة إذا كان ما عنده سكن. هذا الشيء غير موجود عندنا للأسف بالعراق. اليوم كثير من العائلات تسكن في الإيجار، كثير من العائلات تسكن بمناطق منعدمة الخدمات، كثير من العائلات تسكن بمناطق ما بها كهرباء وماء ومستشفيات ومدارس أو تكاد أن تكون معدومة، يعني قليلة جدا. وهسه إحنا بسنة 2019، فما أعرف اليوم المسؤول شنو اللي دا يسويه من سنة 2003 ولحد هذه اللحظة، مجرد بس حايرين بالمشاكل بداعش. طلع داعش، صارت رئاسة الوزراء، راح تجي انتخابات مجالس المحافظات وراح يخلوها تمشي بهالطريقة على المواطن السنين. للأسف اليوم احنا عندنا بالعراق فقط نتابع الأخبار ونشوف هوسات المسؤولين والعراق اللي صار بيناتهم والصراعات على المنصب، ما نشوف غير أخبار أنه أكو إنجازات حكومية اللي تطوير البنى التحتية، أكو إنجازات حكومية من خلال إعطاء المواطن ولو راتب بسيط العاطل عن العمل، ما نشوف إنجازات حكومية كتوفير فرص عمل للشباب العاطلين الخريجين، بس نشوف صراعات على المناصب. قالت الصراعات وقالت رئاسة اللجنة وحشت رئاسة لجنة الأمن وغيرها من اللجان اللي صاير هوس عليها، وأيضا صراع حول حسم الوزارات المتبقية وغيرها من هذه الأمور اللي صراحة المواطن اليوم تعب من عدها من 2003 وحتى هذه اللحظة. ننتقل إلى موضوع آخر أو مادة أخرى أخيرا نشوفها حول تصريح السيد حسين النائب حسين العقابي اللي أكد أنه ارتفاع البطالة في العراق بسبب وجود العمالة الأجنبية، وهذه اليوم كارثة أيضا أكبر عند ما ابن البلد هو قاعد وما يشتغل، الحكومة ما الشغلة يجيبون عمالة من الخارج. زين وهذا المسكين الخريج القاعد، هذا المواطن البسيط اللي ما عنده شغل، فهذه جزء من مشكلة كبيرة فعلا وجزء من انتشار وكثرة ظاهرة البطالة. خلينا نشوف التصريح. تطلب الجدية القصوى في مواجهتها والتقليل من حجمها، خصوصا مع غياب الفرص الوظيفية في موازنة العام الحالي وانعدام الخطط لاستيعاب العاطلين عن العمل في القطاع الخاص. يرافق ذلك تزايد نسب العمالة الأجنبية التي ترعاها حيتان الفساد وتبتلع من خلالها فرص العمل وتحجبها عن مستحقيها من أبناء البلد. إن الحكومة معنية بتنظيم ظاهرة العمالة الأجنبية وفق قوانين وضوابط وآليات مشددة تعطي الأولوية للعراقيين وتسمح بنسبة محدودة من الأيدي العاملة الأجنبية في حالات خاصة كعدم توفر اختصاصات معينة في العراق أو لأغراض التطوير والتدريب والاستشارة. وانطلاقا مما تقدم وبدعم إخواننا وأبنائنا من الفقراء والمحرومين الذين نفتخر بانتمائنا وتمثيلنا لهم، نسعى لمواجهة هذه الظاهرة عبر سلسلة من الخطوات والإجراءات القانونية، كان أولها تقديم عدد من الأسئلة البرلمانية لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية والنفط والداخلية بخصوص العمالة الأجنبية وأعدادها وآليات استقدامها وضوابط عملها، وستكون لنا خطوات أخرى بعد ورود إجابة السادة الوزراء
ومن الله التوفيق. نعم، كانت هذه جزء من كلمة السيد النائب حسين العقابي، واللي يعني كلام مهم وجميل جدا بصراحة حول موضوع يعني جعل الأولوية لأبناء البلد في يعني بدل من موضوع العمالة في العمل. يعني اليوم المفروض على الحكومة أن توفر العمل أولا لابن البلد، ومن ثم تلجأ إلى استقطاب العمالة الخارجية أو الأجنبية. فهذا اليوم موضوع مهم، ضرورة توفير فرص العمل لأبناء البلد أولا، ومن ثم استقطاب العمالة الأجنبية ثانيا. فاليوم على الحكومة أن توفر هذه الفرصة وتتيح هذا الإجراء وتتيح هذا العمل، وتفكر بهذا الموضوع دائما قبل ما توقع اتفاقية مع أي بلد خارجي، كان أنه تشغل ابن البلد أولا ومن ثم تجيب العمالة الخارجية ثانيا أو الأجنبية. مشاهدينا، بهذا وصلنا وإياكم للختام، شكرا لكم وإلى اللقاء.